بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر الأخ صابر والجريدة الإلكترونية ديالو اللي مواكبة التظاهرات الرياضية في مدينة مراكش، ويعني التدريب الجهوي ديال النيل رخصة دال فهو كيدخل في إطار البرنامج العام ديال الإدارة التقنية لعصبة الجنوب لكرة القدم. هذا تقريبا هو السطاج الرابع اللي درنا، تنديرو تقريبا جوج ديال التدريب سنويا. هذا هو اللي السطاج، الحمد لله السطاج الرابع اللي كيشهد هذه السنه. هذا هو المشاركه ديال اللاعبين اللي دازوا على المستوى القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني، لانه هذه ولات من لي كريتير ديال الاختيار ديال المتدربين انه يكون على الاقل مارس 5 سنوات في المستوى العالي، فالدروس نظريه ودروس تطبيقيه، والان كيف كتشوفوا فهي دروس تطبيقيه مع الاطفال الصغار. وكنشكر من هذا المنبر كذلك الاخوان اللي كيشتغلوا معايا، السي يونس قبي ولا السي بوستا والسي عبد اللطيف المنصوري، والاخوان كذلك اللي كيشتغلوا معايا في داخل الاداره التقنيه في العصبه، السي عبد الملك وسي خليل سي عبد اللطيف والاخت ناديه الجليدي، لان لولاهم لما كانت هذه الدورات ناجحه. وتنتمنى ان شاء الله انه يكون واحد صله الوصل بين الاداره التقنيه في العصبه وما بين الفرق اللي كتنتمي لهذه العصبه باش يمكن نمدوهم باحسن الاطر. شكرا. السلام عليكم. اولا تنقدم واحد تحيه شكر وجلال لسي عبد الرزاق العمراني مدير التقني لعصبه الجنوب لهذه المبادره الثالثه ان شاء الله ديال السنه الثالثه اللي كننظموا دورات تكوينيه في ليسونس او اجازه ليسونس دي بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه. هذه الدوره ان شاء الله كتميز بحضور مجموعه ديال اللاعبين اللي مارسوا في مستوى عالي في البطوله الوطنيه، وكانت الدوره ان شاء الله اللي غادي تدوز على زوج مراحل. المرحله الاولى اللي فيها السنه بالنسبه للسن في العمريه بين 6 سنين حتى 10 سنين، والمرحله الثانيه ما بين 10 سنين حتى 12 سنه، يعني جميع المسائل التقنيه والبيداغوجيه والفيزيولوجيه وكذلك دروس طريقه التلقين بالنسبه لهذه الفئات هذو. بدينا ان شاء الله اليوم الاول اللي كانت فيه مجموعه ديال الدروس النظريه، وفي الان الامسيه اليوم كاين دروس تطبيقيه كانت الصباح، وفي العشيه كان دابا لي ستاجير كيديروا هما الدروس التطبيقيه مع الوليدات ديال فرق الاحياء الصغار ما بين 6 سنين و 12 سنه. كنتمنى هذه الدوره تكون في المستوى بحال الدورات السابقه، انه جميع المترشحين اللي كانوا معنا في الدورات السابقه تمكنوا باش يمشيو للدورات التكوينيه اخرى بالنسبه للرخص السي، وتفوقوا فيها الحمد لله جميع المتدربين اللي كانوا معنا تفوقوا. وكنتمنى هذه الدوره هي كذلك يكونوا الاخوان اللي معنا ان شاء الله يكونوا تما بنفس المستوى تاع الدورات السابقه، وهذا الفضل كيرجع لجميع العمل اللي كيقوم به العصبه بما في ذلك اداريين وتقنيين واخوة ديال الخفاء اللي كيخدموا في هذا الدو. وكنشكر كذلك الصحافه اللي كتواكبنا في هذا جميع الانشطه ديالتنا في العصبه، وكنتمنى ان شاء الله مزيد من التالق لكره القدم المراكشيه. شكرا. والدوره التكوينيه هي بالنسبه للاخوان اللي مشاركين فيها هي دوره غادي تعطي ان شاء الله نتائج طيبه، لانه هذه الفئه اللي معتمدين اللي هي اساس كره القدم ما بين 6 سنين و 12 عام تيخصها مدربين اكفاء وتيخصها اش يقول لها اطور، والحمد لله هذه الاطور اللي تتحول باش تقبت هذا الدبلوم ديالها دي هي اطور تقريبا شابه ومارست كره القدم وتتعرف كره القدم. وتنتمناو لهم ان شاء الله مسيره طيبه ان شاء الله بهم قوتي. السلام عليكم الاخ صابر. شكرا للزيارة ديالك لهاد الدورة التكوينية اللي كنعيشوها منذ صباح اليوم حتى ان شاء الله نهار الخميس صباحا. الدورة التكوينية تمر في اجواء حسنة بقيادة الاستاذ الكبير السي عبد الرزاق الامراني والدكتور يونس قوبي، وكنتمنى ان شاء الله اننا نستافدوا اكثر ونكونوا عند حسن ظن المؤثرين ديالنا باش ان شاء الله نزيدوا القدام بالكره الوطنيه، خصوصا بعد هاد الدبلوم اللي كيخول لينا نخدموا مع الشباب
مع الفتيان والدراري الصغار باش ان شاء الله بحول الله يكون عندنا مراكز تكوين في المستوى باطر تقنيه في المستوى ان شاء الله من اجل صالح ديال الكره الوطنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على يعني على الحضور ديالكم والقدوم ديالكم لهذ الدوره التكوينيه. بالنسبه للدوره التكوينيه هذه يعني بادره طيبه بالنسبه للجامعه ولا العصبات الجنوب. الحمد لله كاين بزاف ديال اللعابه اللي الحق كانوا محتاجين لهذ الدوره التكوينيه باش يتكونوا مزيان، والحمد لله لحد الان يعني الدوره غاديه على احسن وجه، وبزاف ومازال ان شاء الله غنستافدوا من هذه الدوره حيت هذه يلا البدايه ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الدورة تقريبا الثالثة اللي دازنا في مراكش، الأولى ما دوزناش، الثانية ما دوزناش، الثالثة حنا يسر الله دوزناها. الحمد لله كاين شي حوايجات اللي هما واخا حنا لعبنا بزاف ديال الكرة وفراقي في المغرب كامل، الطريقة دابا دخلنا لهذا الشيء اللي هو كتابي ومسائل تتكون شوية صعيبة الحال، ولكن الحمد لله غادي نحاولوا نتأقلموا مع سميتو الناس اللي هما أطر اللي هما معروف على الساحة الوطنية، ودراري تا هما اللي هما لعبوا الكرة في النطاق ديال كرة القدم، وتنحاولوا إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نبداو في هذا الميدان ديالنا، لأن دزنا كواريا خصنا ندوزو مدربين دخلنا للميدان هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نعاودو نطوروا حوايج أخرى ونعاودو نعطيو الناس الدراري الصغيورين والدراري اللي هما أجي شوية، نحاولوا نعطيهم هذاك الشيء اللي دوزنا شوية في الكرة عندنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. أولا نشكرك قناة الرياضية على هذه الاستضافة. الشوفة اللي تنشوفوا هاد المبادرة اللي دارت الجامعة الملكية لكرة القدم جات فوقيتها، لأنه بزاف ديال اللعابة سيرتو في عصبات الجنوب ما عندهمش واحد التكوين، واللي بغيت ننوه به هو الأطور ديالنا اللي تبارك الله عندنا أطور في المستوى، اللي السي عبد الله بوستا ولا عبد الرزاق العمراني، السي عبد اللطيف المنصوري، السي قبي، الناس اللي هما في المستوى الكبير. هاد البدايه اللي بدينا تنوه بهم لانه عطونا اضافات كثيره مالوروزمون ما كناش نعرفوها، لان كاين فرق بين كتكون ممارس وفرق بين باش تبدا التدريب، خصك بوكو دو نوسيون، خصك بزاف ديال الحوايج. دابا حنا في اللابينه الاولى في انتظار اللابينه الثانيه ان شاء الله اللي هو الدبلوم سي. شكرا جزيلا.